وكالة اس ام سكتتني، قالوا لي لا تتكلم عن فرقة اكسو لا بالمنيح ولا بالعاطل. وانا طالع اتكلم واقول بان وكالة اس ام انت رح تخسري. واي جي خلاص، واي جي عم بتبيع احد اللي فوقها واللي تحتها. واي جي انا بقول لكم مثل ما انا شايفكم، سنة 2020 يا بتستمر يا اما باي باي بلاك بينك، باي باي واي جي. لكل شخص بتكلم عن فرقة بلاك بينك او فرقة اكسو، مع احترامي لكل شخص محترم، يعني يزيح شوي عن الكاميرا، اوكي، نبقي الصراصير، اوكي، الصراصير على جنب، المحترمين على جنب. هذا الانعال، هذا الانعال قبل ما يتم سحب رموشك، لازم هذا الانعال ينعن ابو اليوم اللي شفتكم فيه. هسه اسحب رموشها، هسه اسحب رموشها. اني هاسيو، هلو اند ويلكم باك بحلقه جديده لليوم. بعرف من العنوان مبين كارثه مصيبه. يس، وداعا اكسو، وداعا بلاك بينك، لكن اهلا باكسو الجداد وبلاك بينك الجداد. واو واو، اوكي، انتوا شوي مستغربين انه كيف ودعناهم واستقبلناهم؟ رح تعرفوا بحلقة اليوم مع الدفتر الأسود. أوكي، لونه أسود لكن بعض من أخباره بيضة، كيف؟ ما تسألوني. المهم، قبل ما نبدأ بدي أخبر الأرميز بأنه ميوزك بليز. للأسف أرميز، خطاب آر إم بحفل جولدن ديسك كان توديع للأرميز. هاد آخر حفل رح يجتمعوا فيه فرقة بي تي اس كلهم مع بعض. انتو صدقتوا الكلام هاد اللي عم بتم تداوله مؤخرا؟ ألطم ألطم لشنو بالضبط؟ بالنسبة للصرصورة أو الصراصير اللي طلعوا هاي الشائعة وقالوا بأنه خطاب آر إم عبارة عن وداع للأرميز، نو. خطاب آر إم ما إله أي داعي، أو اللي انتو حللتوه لشيء ثاني. هو لا ودع الأرميز ولا نيفر، هو بيتكلم عن موضوع كلش ثاني، بس انتو حللتوه بطريقة. كل صرصورة قامت بنشر هاي الشائعة سيتم سحبها من وين؟ مش سامع من وين؟ يس، من رموشها، على مود تتحول إلى ضفدع. يس ذاتس رايت، انتظروني بحصاد الكي بوب ان ذيس ويك، راح اتكلم عن هالموضوع بالتفصيل. هسا باك تو اكسو اند بلاك بينك ان ذا اريا. بس صبايا شباب، قبل ما نبدا انزلوا تحت اضغطوا زر الاشتراك، فعلوا الجرس، لايك، كومنت بعدين ما يخالف، مسامحكم بالكومنت، بس اهم شيء فعلوا الجرس ولايك واطلعوا على مود نبلش بحلقه اليوم. الله يستر. اوكي، وداعا فرقة اكسو وفرقة بلاك بينك، لكن بدنا نستقبلهم مع وكالات جديدة. اوكي، اسمعوني شوي، ركزوا معي، ويمكن البعض منكم رح يعتقد بانه هذا الشيء خيال، او يمكن خلونا نتخيل، لانه بالنهاية انتم ملاحظين اي شيء متخيله بصير واقع. فرقة اكسو رح ينضموا لوكالة بيج هيت ان شاء الله. فرقة بلاك بينك رح ينضموا لوكالة جي واي بي انترتينمنت. اوكي، يعني على سبيل المثال اكسو وبي تي اس بنفس الوكالة؟ بلاك بينك وتوايس بنفس الوكالة؟ هذا اللي كل عم بتمناه. أرميز شوي طولوا بالكم، اهدوا. إكسولز شوي، أنا بعرف هسه قاعدين بتجعروا، طولوا بالكم. بلينكس وانس اهدوا شوي، أنا عم بتكلم منطقيا. المعلومات اللي معي
والدلائل وكل شيء رح أتكلم عنه هسا أنتو بتعرفوه، سواء إكسولز فانز فرقة إكسو ولا بلينكس فانز فرقة بلاك بينك، لأنه بأهم آخر حفلات صارت بكوريا ما حداش عبر فرقة إكسو ولا بلاك بينك. وعدوا معي، حفل MMA 2019 اللي هو ميلون ميوزيك أوردز، لا فرقة إكسو ولا فرقة بلاك بينك اتواجدوا بالحفل هاد. حفل ماما 2019 اللي هو Mnet Asia Music Awards هم بعد نفس الشيء. حفل AAA 2019 اللي هو Asia Artist Awards the same. حفل SBS جايو وحفل MBC جايو، حفل KBS جايو، وآخر حفل اللي صار اللي هو Golden Disc بدورته الـ 34. سبع أضخم حفلات صاروا بنهاية السنة تكريم لإنجازات كل فرق الكي بوب إلا فرقة إكسو وبلاك بينك. ليه؟ بنظركم لهالدرجة فرقة بلاك بينك فرقة فاشلة؟ بنظركم لهالدرجة فرقة إكسو فرقة فاشلة؟ ما عندهم إنجازات بعام 2019؟ نهائياً الأرقام اللي حطموها، المبيعات اللي عملوها نيفر غير محتسبة. بس بلاك بينك إكسو ما تقلقوا، سبحان الله دائما ربنا بينصر المظلوم، لأنه أكو مخططات تسربت ببرنامج فضح كل شيء. رح أتكلم، لسه أصلا ما سكتش، رح أتكلم. باعوا يمكن بعض الإكسولز بعض البلينكس، قالوا لي بشار أنت مش عم تتكلم عن فرقة بلاك بينك ولا إكسو مؤخرا. أنا قبل شهر تقريبا أعطيت إنذار لوكالة SM وإنذار لوكالة YG بأنهم يعدلوا تصرفاتهم مع فرقة إكسو وفرقة بلاك بينك. ما صار أي شيء. وكالتي خبروني قالوا لي بشار لا تشد هواية، ارخي، لأنه قاعدة تيجي يعني شكاوي من موظفين من هاي الوكالات بأني أنا قاعد عم يعني بفتح ملفات وما معي دلائل ولا آخره. ماكو داعي للدلائل، ماكو داعي للدلائل. عم بقولكم انتو ظالمين فرقة إكسو، ما احنا كلنا شايفين، السوشيال ميديا كلها شايفة مبيعات فرقة إكسو ألبوماته. أنا شريت ألبوم بعد شهرين لما يوصلني، ليه؟ ومن هم بعد موقع، أتوقع الموقع الرسمي اللي حاطينه فرقة إكسو وصل قال لي رح يوصلني بعد 4 أشهر. ليه؟ إهمال من وكالة SM. تعالوا وكالة SM بتقولي اسكت، والله ما أنا ساكت، والله لفضحكم. فرقة Red Velvet عملوا جولة عالمية إلا فرقة إكسو، لفوا العالم إلا فرقة إكسو. فرقة سوبر جونيور لفوا كل العالم، لفوا أمريكا، وصلوا للسعودية لعنا لهنا إلا فرقة إكسو. كل وحدات NCT NCT Dream NCT 127 اللي هو Way V هم بعد كلهم عملوا جولات عالمية إلا فرقة إكسو. ليه؟ ولكم سوبر إم توها الفرقة طالعة جديد عملت تور عالمي كسرت الدين إلا فرقة إكسو. ليه؟ ليش هذا الظلم؟ هاد مو شايفينه؟ إحنا شايفينه، كل الإكسولز شايفينه. ماكو جولة عالمية لفرقة إكسو بس بآسيا، ما عندهم إكسولز برا آسيا؟ تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا. بس شو مخططاتكم يا SM؟ تدمير فرقة إكسو بأحلامكم. وكالة YG لا عتب عليها، أفلست. اللي أنتوا ما بتعرفوا، وكالة YG أفلست. أنا كنت طالع أشيلها، كنت طالع أشيل وكالة SM و YG، بس إنه أوكي SM بشيلها ما عندي مشكلة يعني بفضحهم، بس وكالة YG أفلست. حتى إنها يعني إنها تدافع عن التنمر، تنمر ليسا، تنمر على جيني، أبدا آخر همها ليسا مؤخرا تحرش جنسي من صاحب المطعم اللي عملت فوتو شوت عنده، ولا طلعوا ببيان رسمي، ولا حتى حاكموه، ولا حتى وقفوه عند حده. مين اللي وقفوه؟ البلينكس قلبوا على صاحب المطعم
قدم لهم رسالة اعتذار بعتذر من كل البلينكس العالمي، مش لوكالة واي جي، للبلينكس اعتذر. ولكم اخس اخس، عندكم فرقة، عندكم ملكات الكي بوب، ولكم قدروا النعمة اللي معكم، اللي عندكم هاي النعمة قدروها، اطلعوا دافعوا عنهم. حتى دفاع مش عم بتدافعوا. انا اليوم طالع اليوم بدي اشل، اليوم حلقتنا هيك. يس، هاي هي عنوان الحلقة، حلقتنا اليوم هيك، عيب احكيها. الحل، الكل بيقول لي بشار لقي لنا حل، خلص انقلوا اكسو لوكالة بيج هيت انترتينمنت، انقلوا فرقة بلاك بينك لوكالة جي واي بي انترتينمنت. هذا هو الحل، هذا هو الحل. قريبا راح تنتهي عقود فرقة اكسو. ولكم اكسو على فكرة، انتم مش عارفين شو عم بيصير مع فرقة اكسو، انتم مو عارفين، يمكن البعض منكم عارف بس البعض منكم مش عارف، بس اكسو نفسهم عارفين شو عم بيصير، عم بتدمروا تدريجيا. مو طبيعي، مو طبيعي. طيب بالنسبة لوكالة اس ام، بعد كل هاي البلبلة، بعد كل هاي الضجة، بعد كل هذا الانقلاب عليكي، بتوقفي تطبيق الاكسولز الرسمي؟ ليه؟ انا يعني لما قرأت البيان قلت لا، هاي مش وكالة، انجنوا اس ام، انجنوا، وصلوا لهم اس ام، انجنوا رسمي، بتغلقوا الحساب الرسمي للاكسولز، فانز فرقة اكسو حسابهم الرسمي انغلق برسالة اعتذار كبيرة كبيرة كبيرة، مثل راس اس ام. ليه؟ ما الهدف؟ ما السبب؟ شو ناوي تعمل؟ اغلقته. ليه؟ ما حدا بيعرف، احنا بنعرف ليه. باي باي اكسو. بس لا، باي باي اس ام، مش باي باي اكسو، اس ام باي باي. هسا ننتقل الى فضيحة التلاعب بالمخططات الموسيقية. ظهرت حلقة من برنامج اسمه Unanswered Questions، عنوان البرنامج أسئلة لم يتم الإجابة عنها. حلقة واحدة اتكلموا فيها عن مخططات المبيوعة والمسروقة، أوكي، بأضخم البرامج الموسيقية، وبنفس التاريخ المخططات اللي انتشرت على السوشيال ميديا كانت عودة تشين، أغنية من فردة لدي أو باكيون، وعودة فرقة اكسو الأخيرة مع أوبسيشن. المخططات اللي نزلت تواريخها كانت بهاي العودات، يعني أربع عودات لفرقة اكسو، تشين، دي او، باكيون، وهم بعد عودة فرقة اكسو الأخيرة مع أوبسيشن. كان اكو تلاعب بالمخططات الموسيقية، يعني حتى فرقة اكسو بآخر أربع عودات الكل لاحظ بأنه فرقة اكسو ما حطموا أرقام قياسية بالمخططات الموسيقية بسبب التلاعب اللي كان بهاي البرامج. حتى الكل لاحظ بأنه فرقة بلاك بينك، يعني هي أوكي عودة واحدة كانت في بداية السنة الماضية، بس أنا توقعت بأن الأغنية أنها تحطم أرقام قياسية. ولكم بلاك بينك ولا جائزة داخل كوريا، برا محطمين أرقام قياسية، جوا ولا شيء بكوريا، ولا شيء بكوريا. لهالدرجة بالنسبة لكم فرقة بلاك بينك صفر؟ إذا بلاك بينك صفر، مع احترامي لباقي الفرق، مع احترامي، بس أنا موضوعي فرقة بلاك بينك صفر ولا جائزة بالغلط؟ أوكي جيني ربحوها بجولدن ديسك على مود إنه يسكتوا البلينكس، بس إنه مش جائزة يعني واو. أنا توقعت فرقة بلاك بينك حطموا أرقام قياسية بحفلات كوريا، آخر حفلات ذكرتهم السبعة. Nothing. EXO nothing. Blackpink nothing. مش معقول على فكرة. قولوا لي إذا أنا بتكلم صح ولا غلط. باو، وكالة بيج هيت، وكالة محترمة، مقدرة فرقة BTS وفرقة TXT. يعني أنتوا أرميز ما تخافوا على فرقة BTS من وكالة بيج هيت. هم بعد أنتوا يا وانس ما تخافوا على فرقة توايس من وكالة جي واي بي. انتو شفتوا اخر فترة اي شخص بمس احدى عضوات فرقة توايس بيتم محاكمتها، فورا بيتم محاكمتها، الا وكالة واي جي
ووكالة اس ام. وكالة اس ام على مود تريح راسها حذفت الحساب الرسمي للإكسولز على السوشيال ميديا. فقبل الختام يا أرميز يا وانس يا كي بوب فانز، وقفوا مع فرقة إكسو لأنه بيستاهلوا، والله العظيم بيستاهلوا. وقفوا مع فرقة بلاك بينك، بيستاهلوا. انتوا عارفين فرقة بلاك بينك فرقة تعبوا على حالهم، بنوا نفسهم من الصفر موهوبات، عم بعد فرقة إكسو. اوعى تفكروهم انهم فرحانين، لا، عارفين بانه نهاية إكسو قربت. وكالة اس ام خايفة من الإكسولز، بس ولا وحياة ربكم لو حب الإكسولز مش لهاي الدرجة ودعم الإكسولز مش لهاي الدرجة، زمان 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 فرقة إكسو انتهت، زمان باي باي إكسو زمان. بتمنى الرسالة هاي تكون وصلت لكل شخص عم بيشاهدني. أما لكل صرصورة، علاجك النعال، إذا ما نفع سحبها من رموشها بالنعال، هيك يمين شمال يمين شمال يمين شمال، لازم الخدود يصيروا حمر، أوكي؟ مش ميك أب، من النعال. بالنهاية كان معكم بارك بوشيونغ، I love you so much. See you soon. بالنهاية دبيو جلكايو عليكسيو. باي باي. Love you.